This is the next day and غادي نوريكم واحد الدفتر الغريب العجيب ديالي مسميه دفتر ديال الباك. هذا دفتري ديال الباك. I write down all my important notes. Yeah. مقسمه على 1 2 3 4 مقسمه على 7 ديال المواد. كنكتب فيه لي شيما اللي كنحفظ. عندي هاد الشيء عامره, عندي اكسترا اورز ديال الكونطا من موراها ديال الفلسفه, ودان غادي نرجع للدار وغادي نراجع شي ماده من المواد بروبلي لوغ حيت عندي امتحان نهار الخميس. الاستاذ مازال ما جاتش and I'm bored. I don't really remember فاش كنت كنفكر, ولكن probably كنت كنفكر في الباك حيتاش اصلا نازل الباك حاجه الوحيده اللي كيديروا هو كيفكروا في الباك. اولا كنت كنفكر في الامتحان اللي كنت اولا ندوز نهار الخميس. anyways enjoy صوفيا ساهيه وكتفكر. I'm back home. سريت سوايا ديالي واليوم في العشية I decided to study some maths because I want to. Sur exponentielle x carré, c'est bon, il y a une formule. Moi, je suis l'exponentielle x, donc il y a une formule. Donc, il y a une x carré. Moi, il y a une formule. Je suis une x carré. Je suis But I usually don't like to get myself in trouble, so can help and just leave it in the house. But it depends on my mood. If I'm not feeling it, can just a hoodie. But I can just throw it in the house. هذه 8:15 and كان خلنا 8:30. See after school. The weather is so good today. I don't like filming myself a guy is watching me, but going to my extra hours ديال الإيكونومي شغلت عندي امتحان and then عندي English وصافي نرجع للدار وغادي نراجع. Two can be another strong proof. For example, last but not least, argument three is the most significant reason that justifies my view. The human world has a lot of benefits. يلا دخلت للدار. عندي غدا امتحان ديال اللغة
يعني غادي نراجع اللغة. I did a lot of things today. I'm kind of proud of myself, but again, I will feel more proud إلى دوست الامتحان ديال غدا مزيان. باقي 98 الباك, and I'm stressed, I'm scared, excited. مهم, my emotions مخلطين بزاف, but we're gonna do it. I hope so. Anyways, I'm going to sleep. Good night. صباح الخير. واش كان بان بيضة؟ دي هنا عندي 8:30 and I'm kind of scared. I mean, I'm not always scared to do with امتحانات, ولكن semester 2 is kind of hard. We're gonna do it, right. Hard, but again, I guess I did good. Today is a hard day. عندي 3 سوايع, غادي نمشي للمات من وراها, غادي نمشي للفلسفة من وراها, غادي نمشي للونجلي. I don't even have words to describe today. It was exhausting. وعيت بزاف و ما غندير والو اليوم في الليل. ما بغيت ندير والو حيت عييت وعندي الحق. عجبني التأنيب الضمير لا ما قريت حتى حاجه. ما قريت حتى حاجه اليوم في العشيه حيت عييت. I will probably go edit the montage of the video. و غادي نس I am still tired. نس مكانيش لبس كسكيطة. لبس كسكيطة. ثلاثة سوايع ديال الكونطابيليتي وساعة ديال التربية.
العربية الإسلامية. اليوم في العشية عندي extra hours ديال اللغة، عندي غير اللغة. and شنو كنت باغا نقول على الباك؟ منين كدير بزاف ديال السوايع في السيمانة ما كيقدكش الوقت تقرا راسك، حتى الا بغيتي تقرا راسك كتقرا معطل بزاف في الليل، ما كتنعش، يعني كتربح واحد شوية ديال القراية ونو نعس، ما استفدتي والو. هذا هو الباك، كتقرا بزاف ما كتنعش، كتاكل قليل وكتقرا بزاف عاوتاني. It's fine, it's okay. لكن بغيت نجيبو نقطة مزيانة. It's fine, صبر، ما بقى والو، باقي 8 weeks لما أجلو شي الامتحان. Hi. I didn't open my phone. نهار كامل وانا تقريبا كان اديتي من جيت من المدرسة وانا كندير المونتاج. I was about to forget بلي عندي سوايع. Anyways, عندي طب الايكونومي. الفلوق كامل انا هي ايكونومي الماط. I hope I'm not late. أستاذة مازال ما جات، وهي انا اللي جيت بري. هنا كنت كنفكر في امتحان شحال نكون جبت فيه. So enjoy Sophia. سهية او تاني جات. Alex, come. Hi. Sit. Hi. Sleep. I mean, good set of the vlog. What do you mean, dentist? I'm back home. I'll go back to study. Probably maths again. بغيت غير نحيد عليا الماط حيت تما ماشي صعيب بزاف وماشي طويل بزاف. I'm back. خدمت باك ديال الماط وجبتو كله صحيح. ما في الميت حيتاش I thought maybe نحيد my phone my camera من حدايا باش ندير راسي زعما راني جالسه في الباك. جبتو صحيح كله. I'm kind of proud of myself. دابا خصني نقدر نشتي دراكية. But I'm tired, so غادي نمشي نكمل المونتاج and do something fun. وحتى العشية وثانيا نجلس نراجع الفلسفة because خصني نحفظ الفلسفة. And I'm finishing the video finally. It was kind of fun to film everything أي حاجة كنديرها and also stressful واحد شوية حيتاش sometimes I would forget if I filmed or I didn't film. And it was stressful, but I had fun. And I hope you guys liked the video. And if you guys want me to film more the Buck Diaries, I promise I will. Just comment, and I will check your comment. Have a good weekend and a good start of week. Thank you for watching this video. من ديما انا كنقول باي خصني نبدل. المهم دابا نفكر شنو نبدا نقول. سي يا.